شو أنا اعتباري لك؟ طبعا مع هذه اللحظة تم تدمير 135 دبابة و22 سيارة مدرعة و44 قاعدة صواريخ و12 قاعدة قذائف الهاون وأيضا عدد كبير من السيارات المحملة براجمات الصواريخ التي تستهدف الطائرات لإسقاطها وأيضا عدد كبير من القاعدات المتحركة لمدافع الهاوترز وطبعا هناك إضافة إلى ذلك 8 مروحيات وطائرتين دون طيار وأيضا أكثر من 2500 عنصر تابع للنظام والميليشيا المساعدة لهم. هناك البعض الذين يهددون بشكل ضمني ولا يخرجون عن إلى ما بعد النقاط التي تم تحديدها وهي نقاط المراقبة في سوتشي، ولكن إن لم ينسحبوا بشكل عاجل فلن يبقى رؤوسهم ولن نبقيهم على قيد الحياة. طبعا نحن كنا نحاول أن تكون الجهود الدبلوماسية والعمليات العسكرية محدودة قدر الإمكان من أجل إنجاح المسار السياسي والدبلوماسي في سوريا، وكنا نتعامل بصبر إزاء هذه المستجدات، ولكن بعد هذا الهجوم الآن العالم بات يعرف مما نواجهه نحن في سوريا، ونرى الآن أن المسألة أو ردودنا نحن التركية قد فهمت بشكل خاطئ، ونحن في اليوم 27 من فبراير من شهر فبراير الماضي بدأنا عملية درع الربيع لوقف الهجمات التابعة للنظام السوري. كان البعض يرى أن تركيا ربما لديها مخاوف من هذه الأمور، ولكن الآن يجب على جميع أن يرى وجهنا الحقيقي في هذه البداية. هذه بداية جديدة للسياسة التركية